دي عيلة الفار، ده جده ودول ولاده الأربعة. فؤاد جاب شريف وشيري. تشريف فنون جميل البنات بتموت فيه، ودي شيري معها التمثيل وعايشة الدور. فاروق جاب هادي خريج هندسة ومش هادي خالص. فوزي جاب بسمة سياسة واقتصاد، طيبة قوي وبتموت في شريف. أما بقى فكري جاب وفيد كلية الطب، لسه ما تخرجش وعمره ما هيتخرج. نسيت أقول لكم، ده بيت شيري وشريف. بقى أنت دكتور، أنت حرام عليك يا أخي. لا لا لا، الخميس مش فاضي. خميس إيه؟ جونة حرام عليك، ده أنت كنت هتموتني. طب نخليك جمعة؟ جمعة؟ يا عم جمعة إيه؟ طب صدقني اللي هشكك في نقابة الأطباء، أنا هوريك. أنا هحجز لك ميعاد. إيه اللي بتقوله ده؟ أنت مجنون، أنت طب. مجنون. شكراً، تفضل. إيه؟ يلا، باي. كلم مين؟ لا مفيش واحد كده كتبت له على مرهم ورم له شفايفه فمتضايق. معلش يا دكتور رفيق، تلاقي شفايفه في الاول كانت عاجباه. جايز. صحيح يا شريف، مامتكم اتصلت الصبح وبتقول انه قرايبكم اللي هم في كندا باين هيجوا النهارده. روني وديدي. دود اي ميست يو. ثانية واحدة، مين دود وريلي اللي انتوا فرحانين بيهم دول؟ روني وديدي يا ابني، دول قرايبنا اللي عايشين في كندا. يا ابني بجد دول اجمد قرايب في الدنيا، انتوا فعلا هتحبوهم. فعلا؟ ما تيجي نعرف هم وصلوا ولا لا؟ يلا تلفون. نكلمهم، ولو ما وصلوش ممكن نستناهم في المطار. ايه الجنان ده؟ روني وديدي. وصلوا. سعد مكويا؟ وانا شكلي كويس؟ كويس. Dudes, we miss you. روني الحمد لله على السلامة. ازاي؟ ديدي الحمد لله على السلامة. هاي. ازيك؟ ده هادي وده وفيق ولاد عمي. ازيك؟ بس انت شكلك فعلا مش مصري خالص. ايه ده؟ انت شعرك اصفر؟ طبعا بابي اصلا شعره اصفر. هيز بلوند. انت باباكي اعمى؟ لا هي بتهرج كده سكر، تحب دايما تهرج. ديدي قولي لي، انت بتلعبي لسه بيانو؟ بيانو، جيتار، درامز، وفلوت، وفايلن، وهارب، وترومبت، وساكسون. ساعات بغني. انا برضو بلعب حاجات كتير. كول. زي ايه؟ لا خد بالك، الاستاذ وفيق واخد الدكتوراه في اللعب في المناخير. يا ابني بلعب باليه. ما انا كمان بلعب باليه وتنس وسكواش وبيسبول فوتبول وفولي بول وباسكتبول وسباحة. انت عارفة ان انا كمان عندي موهبة؟ انا بمثل. يا بنتي التمثيل ده فاكس اصلا، ده قديم قوي. ايوه يا بنتي اصلا فاكس جدا، انا اصلا بكره التمثيل. احنا غالبا لازم نمشي، نتقابل بكرة؟ طبعا، ده ياريت نخرج اصلا. كول. انتوا لونكوا ايه بكرة؟ ايه؟ يعني ايه لوننا ايه؟ يعني بكره الخميس يوم الاحمر. ريد. ما تقول ريد يا عم الاول. يعني ما ينفعش حد يلبس حاجه يوم الخميس غير ريد. يا ولاد تعالوا. جاهزين نخرج؟ Of course girls. Cool. وطفوا النور وراكو. فاكس أصلاً.